صباح الخير وصباح متجدد وصباح نهاية الأسبوع وقربنا على الويكند، يعني المشاريع والبلانز اللي عندنا راح تكون جدا حلوة إن شاء الله، وراح نشارككم بأفكار جدا جميلة من الأخبار المنوعة والفقرات المنوعة اللي عندنا. صباح الخير ولا؟ صباح الخير ميس، طبعا صباح الطاقة المتجددة اليوم احنا مقضيها من الصبح نضحك ورا الكواليس، يا ربي ننقلكم هاي الطاقة حلوة من استوديو دبي لكم. خلينا نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. الإجهاد والتعب أحد أسباب تقلبات النوم والتحدث أو المشي أو الأفعال الغير مدروكة، استطلاع حلقتنا لليوم من السليمانية. مهندس حاسبات وحاصل على شهادة الطبخ العالمي أنس صلاح ضيف حلقتنا من بلجيكا عبر السكايب. جولة في متحف التراث السرياني مباشرة مع زين. مراحل صناعة الفخار في تقرير مميز من دبي مع ميس. قائد الأفاعي في ديالي يكسب خبرته من عمله السابق في العطارة. ومن الفقرات المنوعة عبر منصة التويتر، بيع أشهر مقطع فيديو بسعر خيالي. والسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، هل تتحدث أثناء نومك وما الموقف الذي تعرضت له؟ طبعا هذا السؤال جدا جميل لأنه متوقع من عندكم أنتم كمشاهدين أجوبة جدا مضحكة للسوالف اللي تصير بالليل وهذه الأشياء اللي نسمعها، فممكن تشاركون من عبر منصة إنستغرام أو خلال الكيو آر كود، تشيلون التليفون مالتكم من الكاميرا يأخذكم على صفحة إنستغرام الشرقية على طول. أما الآن خلينا ننتقل إلى رولا والحالة الجوية. ننتقل إلى الحالة الجوية مشاهدينا بداية من بغداد. 30 درجة مئوية من المتوقع أنه يكون غد، 39 درجة مئوية وبعد غد 43 درجة مئوية مشمس. أما درجة الحرارة بالموصل، أي راحة السكرين بس عادي، درجة الحرارة بالموصل 31 درجة مئوية من المتوقع أن يكون غد، 37 درجة مئوية وبعد غد 39 درجة مئوية مشمس. أما درجة الحرارة بالبصرة، فدرجة الحرارة بالبصرة 36 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 41 درجة مئوية وبعد غد 44 درجة مئوية. أما الختام أربيل، درجة الحرارة بأربيل 31 درجة مئوية مشمس، من المتوقع أن يكون غد 35 درجة مئوية مشمس وبعد غد 38 درجة مئوية. الطقس في معظم أنحاء البلاد مشمس، خلاص بلش الصيف. بدأ الصيف وبدأ من المواضيع الحلوة اللي احنا أصلا من قبل تحت الهواء قاعد نضحك عليه، اللي هو السؤال التفاعلي مال هذا اليوم على النوم. صح، احنا حابين نعرف شنو السوالف اللي تحكوها. دا أقولها الرولا بارحة، يعني بالصدفة منزلة تطبيق حتى أسجل أشوف شي يصير بالليل، دا شوخر، دا سولف، دا أتمشى، لأنه كنت صغيرة شت أتمشى، فحابين نعرف من عندكم. أما الآن رولا عندنا فقرات مو بس هذا، عندنا استطلاع. استطلاع فقرات، أول شيء يعني بالاستطلاع حقول لك يعني قبل ما أي أحد يشاهد هذا الاستطلاع حيكون يموت ضحك. إحنا اليوم حلقتنا عبارة عن الضحك والنوم، والإرهاق والتعب قد يكون من العوامل الرئيسية لاضطراب وقلة النوم، والبعض منا قد يتحدث أثناء نومه أو يضحك أو يسوي تصرفات غير مدروكة. ولكن ما هي أكثر المواقف اللي من الممكن أنه نتعرض إلها أثناء النوم؟ تعالوا خلينا نشوف هذا الاستطلاع من السليمانية.
ماني نايم زين، فاثناء الحلم قعدت، انا نايم قعدت، فقعدت لازم البطن مال مي وسوي زين، فقعدوني جو قعدوني شبيه، قلت لهم مي وقاعد اقاتل بالبوج الشق جايين، وهذا هل خير وياي زين، واقول له كمبر كمبر كمبر. وهذا موقف كان كلش حلو اثناء التعب كلش زين، وتفكير مرات الدماغ ينشغل زين، يصير هذا الموقف، هذا موقف كان قوي عندي. أنا مرة صديقتي كانت بيت يمي ونايمة، وفبيهم أثناء نومها قعدت، شات البطانية صفرت حطها بالكندر، شات البطانية حطها بالثلاجة سدت الثلاجة، المواعين كلها وقعت. فهذا موقف أنا بدل ما أنسى كلش، مو كنت تأثرنا وقعدت الصبح قلت لها قولي لا ما سويت هيك. يقول صديقي صارت وياه إنه هو طبعا هو أم إعلامي يعني، فديوم مسوي لقاء ويا وحدة، فكل ما اريد اسوي لقاء ما تستقر، فقالت تستقر عين تستقري. المهم راجع البيت نايم، فنايم يوم زوجته يصيح بس استقري استقري، زوجته قعدت قالت تعال شنو استقري شنو الموضوع، المهم مشكله صارت من ورا استقري من ورا هالبنيه. انا صار وياي موقف زين، واني نايمه زين، احس روحي اوقع من الدرج زين، ومن اوقع من الدرج افز من النوم ماتي، اقول روحي لا ما اوقع من الدرج. ايام زمان ها كانت بيوتنا شرقيه، احنا ننام فوق السطح، اللي رابي يمنا احنا بالبيت كان ابن اختي يعني عمره بحدود 12 سنه 13 سنه هيجي، فهو يمنا عايش بيتنا، خلينا احنا خريوله فوق السطح بس ويا السياج، هذا عنده حاله يقوم بالليل يمشي، يعني يقوم بالليل يمشي يفطر بالسطح، فكنا نخاف عليه ليروح يوقع. فايش سوينا احنا؟ من ينام بالليل نشده بحبل بالسياج مال البيت مال السطح حتى ما يقدر يقوم يروح يمشي بكل حريته واحتمال يوقع. فهو يريد يقوم نص ساعه الليل، العادة اللي عنده يشوف نفسه وإذا مربوط يقول لك يصيح ويقلب لك الدنيا علينا، شنو حابسيني أنتو، من ربطني من الإجهز شدني، فيبدأ الضحك الصبح يلعب بينا طوبة، منو شدني يلا قولوا لي وكذا، بابا أنت تقوم وتمشي ونخاف عليه. قال لا ما أكو هيك حكي، أنا شلون أقوم، والله تقوم مو ولا 20 مرة إحنا لازمينك. فهاي من الطرائف يعني مال أيام زمان طبعاً، يصير عند الأشخاص اللي يتعبون بالعمل طبعاً. عندي واحد من أخواني يقعد بوقت متأخر من الليل طبعاً، من يقعد تتفاجأ من يشوفه شلون يقعد يتمشى، يطلع يوصل الباب يفتح الباب، من يفتح الباب تجي تقول له يابا تعال ارجع، يرجع وياك طبيعي ينام. من يقعد الصبح تقول له يابا ترى أنت البارحة سويت هيك موقف، يقول لا ماكو هيك ماكو، ويصر انه ماكو هيك موقف صاير نهائيا. وقت متاخر من الليل يفز من النوم، يروح لو نلقى فاتح الثلاجه وشايل اجبان بيده ريوق، ها اريد اتريق، هاي اثناء يعني من كان يعني يتعب بالليل، فمن ينام يحس بالليل. مره من المرات فتح الثلاجه ولقيناه ماخذ اجبان ورايح للمطبخ قاعد ويصيح، شكو قال جيبوا له ريوق أريد أتريق لا أروح للشغل. لكن عندي أخوي ودائماً وهو نايم يتخيل يقوم ويسوي أكثر من شغله. مرة من عندهم قام تخيل نفسه رايح للحمام، وما راح للحمام، راح للثلاجة، فتح باب الثلاجة وسواها بالثلاجة عندنا ورجع. قاعد الصبح جاي نحكي له يابا يقول لا عيني ما مسوي ما مسوي، وأسوي ذا يشوفني يسمعني ويتذكره. استقري يعني خراب بيوت الواحد لما يحكي بنومه. فحبيت اقول نصيحه للزوج او الزوجه، اذا احد حكى بالنوم لا تحسبون على كلام، ما تعرفين يمكن شغل يمكن حلم يمكن شايفه فيلم. انا ضد شميس، يمكن حقيقه يمكن يكون رولا. اكو وايا ناس قايلين على سيره الاكل،
الثلاجة هواي لاحظت انه اني اقعد افتح باب الثلاجة ويطلع الاكل وما اعرف شنو يطلع برا، يعني اتصور لانه هم دينامون هم جوعانين او يفكرون بالاكل فهالسبب يعني. انت فد مرة قايمة بالليل ماكلة حاشية؟ لا انا حاشية اسولف اضحك اعصب اي بس ما اقوم اكل لا. لما كنت صغيرة كنت بالليل حسب كلام امي انه اطلع اتمشى افتح باب البالكون واطلع، وكانوا يضطرون يربطون رجلي. فعلى سيرة المشي اكو فيديو فايرل على يوتيوب اريد اشوفكم اياه حتى من يشجعكم انه الواحد ينتبه بالليل وين يروح وش دا يسوي. من خلال يوتيوب اكو هذا الفيديو صار فايرل وانتشر بكل مكان. الفيديو هذا لوحدة اسمها سيلينا، كل ما تنام بالليل حطوا كاميرات بكل مكان وتقوم وتدور تطلع اكل مثل ما انتم شايفين بالفيديو، واكثر شيء اللي هي المشروبات الغازيه، وهي يعني وتسولف وتحكي وتتمشى وتطلع برا بالثلج. هسه اللي يضحك بالموضوع انه ما ادري قاعد تزرع المشروبات الغازيه لا المشكله انها مدموجه مدمجه اي مهما ماخذه وكاتبين يا وقاعد تضحك وتطلع. هسه اذا تنتبهون اكو هذا اي قاعد الاخ قاعد يتمشى، تخيل واحد قاعد يتمشى بالشارع قاعد يتمشى ونشوف هذا تسرع مشروبات غازيه وفرحانه طايره من الفرح. طبعا رجلها خطيه متعذب وياها هاي من خلال الاشياء اللي تشوفها من الثلاجه تنقص وتشتري وفلوسها ما تعرف وين تروح. هنا قاعد تدور على البهارات، بتقول وين البهارات بالثلاجه؟ اريد البهارات، طلعوا لي البهارات. على فكره ميس هي بالبدايه كانت مفكره انها تاكل دجاج هي كانت مفكره انه اكو حرامي يدخل لبيتها، لهالسبب هي حطت كاميرات تشوف شنو الاكتيفيتيز. رولا انت لاحظي هنا تعد الناس الضيوف عندها بعد، يعني انا نفسي اعرف هذه شنو ذا تحلم مسوي عزيمه سيلينا من الناس اللي لاحظت انه عندها مشكله في، او ما ادري اذا صارت مشكله، لانه هل الشيء اللي قاعد يصير عندها شهرها، واليوم هي صارت اللي اكثر الفيديوهات المشاهده على يوتيوب، على تيك توك كمان، على تيك توك صارت فايرل. صح فايرل. رولا احنا بعدنا بالنوم والاكل، بس بما انه بالاكل احنا حننتقل الشيء هو حلو حننتقل اليه، بس مو النوم، الاكل. طبعا ويانا اليوم مهندس حاسبات يمتلك موهبه جدا جميله ومو اي احد يقدر يجيدها، هي موهبه الطبخ. طبعا ويانا الشيف انس. صباح الخير. صباح النور انس. انت تاكل لما تنام؟ انا لا، ما تسوي في الطبقات تطبخ انت ونايم؟ لا لا. بالغلط. لا لا ما عندي هاي الموهبه بعد ما سويتها. انس شنو محضر لنا لليوم؟ اليوم مسوين ريوق، يعني تقريبا شويه مختلف. راح اسوي لكم فول، وعندي صينيه هنا أنا مجهز لكم اياها. يا سلام صينيه شهي. فهي شوية مختلف، ولكن خلينا نبلش أول شغلة بالفول. راح أحول الكاميرا ويا المخرج حاليا على مود نبلش بالفول. تمام، من أجل يلا الوقت. حول الكاميرا إحنا وياك. أوكي. طب نسألك كم سؤال بما أنت تتحضر؟ إيه سألي أنا وياك. تمام. بالبداية أنت شلون حبيت الطبخ وشلون قدرت توجه شغفك نحو الطبخ؟ يعني أنا حسب ما عرفت إنه أنت مهندس حاسبات ومدير بأحدى الأماكن في بلجيكا، شلون لقيت شغفك؟ هو أنا يعني حبيت هذا الأمر صراحة. فاللي صار إنه أنا من قبل أحب موضوع الطبخ، وحاولت دائما إنه أطور الإمكانيات اللي عندي. حلو. فسعيت لها، واهم شيء واحد الانسان لما يسعى على انه يوصل، يعني هي هذه كانت النقطه الاساسيه بالنسبه للموضوع. فبعد ما حسيت انه عندي هذا الامر قمت شنو؟ قمت اطور به، قمت ادرس من اجله، قمت احاول اجرب هوايه وصفات بالبيت. فطورت حالي شويه شويه بعد ما شفت نفسي اوكي انه صار عندي في جزء من الامكانيه. حاليا نقدر نشوف الكاميرا اتوقع. انس انت هسه قاعد تسوي الفول، شنو المكونات اللي قاعد تخلي؟ دا اشوف زبد، دا اشوف بصل.
بالضبط. هسه احنا عندنا اهم شيء هنا، اول شغله طاوه حطيت بيها بصل ايه؟ وراح نخلطها. اول شيء راح نحمسها، وبعد ما راح نحمسها للبصل عندي هنا معجون طماطه خاشوقه كوب، وعندي هنا طماطه وفلفل رومي الفلفل الحلو، وعندي اخر شيء الفول راح اضيفه عليه. هذا الفول انا هنا منقع عليه كامله وسالقه، اللي هو هذا يكون هذا الفول الحب. حلو. الفول الحب مو القواطي. مو القواطي بالضبط. لا لا مو القواطي، هذا على مود يكون فريش. وبالنسبه للبهارات راح نحتاج كمون وفلفل اسود فقط، وبعدها اكيد راح نضيف الملح، ولكن الملح حسب الرغبه. انا دائما ما اذكر الملح والفلفل الاسود بشكل محدد في سبيل انه الناس يعني هم يقدرون يحطون على حسب رغبتهم. أنس دا أشوف، بما أنك أنت هسه قاعد تحمص البصل، شفت على إنستغراماتك أنه أنت عندك طبقات عربية وهمين عندك طبقات شرقية، أنه من بلجيكا من غير دول أجنبية، فممكن تحدثنا أكثر عن هاي الصور اللي تحاطها على الإنستغرام بالطبقات، الميكس اللي مسويها بين الاثنين؟ بالضبط. هي هذه واحدة من النقاط اللي ميزتني حقيقة هنا. أنا بالواقع أنه صرت شيف أوروبي خلينا نقول، او تحديدا بلجيكي. واخذت بمعهد طبخ الاطباق العالميه، فاللي سويته واللي ميزني انه قمت اجمع بين الاكل العراقي البلجيكي والمطبخ الاوروبي، وامكسهم يعني اطلع نتيجه محدده. شنو اشهر طبقه مسويها اذا دمجت بين البلجيكي والعربي او البلجيكي والعراقي؟ هو انا شلون ادمج، اكو في نقطه كلش مهمه، انه طريقه الدمج اللي اسويها. مثلا يعني هنا هم دائما يستعملون الاكل ويا دهن قليل، فاني لما اريد اسوي اكل عراقي مستحيل راح يتطابق وياهم، لان احنا دائما الاكل مالتنا دسم. فمثلا لما اسوي مقلوبه دائما احاول اقلل من الفات، اقلل من الكالوريز والشغلات، في سبيل انه ما يصير عندهم الطبق ثقيل، لان يعني هذا المجتمع الاوروبي كل الصعب عليه انه يعدل طريقه الاكل مالته. هسه انا اول شغله حمست للبصل ضفت فوقه المعجون، وهسه راح انزل فوقه الفلفل الحلو. طيب أنس، شنو أكثر الأكلات العراقية اللي أنت تبدع بطبخها؟ يعني عادة إحنا كريتنا عندنا فد أكلة مفضلة، أنت شنو أكلتك المفضلة اللي تحب تطبخها؟ اللي أحس والله أحس ما يصير تقول مرقة البوتيتة. مرقة البوتيتة؟ يعني صراحة يعني هاي منبوذة من عند الكثيرين. بالضبط. زين، هذا من ناحية الأكل العربي، ومن ناحية الأكل اللي يعني الستاندر الستيك، اكثر شيء اكل ستيك يعني صراحه كلش علاقتي قويه بالستيك. طيب انا فكرت بيوم من الايام انه تكتب كتاب خاص بوصفاتك؟ صراحه لا. طيب بالامانه يعني ما فكرت بهذه النقطه، لان انا يعني واحده من الاهداف اللي عندي على المستقبل ان شاء الله يكون عندي سلسله مطاعم، يعني هذا هدف من الاهداف اللي اتمنى انه اوصل ان شاء الله. ان شاء الله. فبالبدايه انه صراحه انه لما انت تريد توصل انه ليفل عالي، تخلي الكتب تسوي الكتاب لك بالطبخ، فهذا يحتاج له يعني فتره طويله من الزمن. هذه اول شغله. ثاني شغله يحتاج انه انت تسوي لك مثل ما نقول مطبخك الخاص، وتحاول بيه بالبدايه، وبعد ما الناس تكرر، لان نشوف اليوم كل شخص يعني ما يقدر هو يقيم نفسه، يعني لازم الناس هي انه تكون متاكده 100% انه هذا الشخص يستحق. بس شلون راح يتاكدون غير لازم اول مره يجربون الاكل مالتك؟ لان اليوم الوصفه يعني ممكن انه احنا نطلع على الانستغرام او على اليوتيوب، وهذا نطلع الاكلات اللي احنا نسويها، ولكن الناس ما تجرب الاكل اللي احنا نسويه. هذه نقطة. أنس احنا باقي لنا 5 دقائق قبل الأخبار، الفول يخلص لأنه أنا جعت. هسه إن شاء الله ثواني
ويخلص الفول. زين أنس، بما أنه راح يخلص الفول خلال ثواني، إذا تريد تعطي نصيحة لكل المشاهدين حالياً، الواحد اللي عنده شغف بالطبخ أو يريد يدمج بين الطبق العراقي أو ممكن بس الطبق مال الدولة اللي هو عايش بيها، شلون تقدر تنصح أن الواحد يتبع شغفه بالمطبخ مثل ما أنت أخذت هذه الخطوات اليوم؟ أول شغلة خلي الإنسان يبلش منه على أبسط الشغلات اللي عنده، على أبسط الإمكانيات اللي عنده، وبعد يطورها. شنو أبسط؟ شنو تعتبر أبسط طبقة ممكن واحد يأكلها؟ أبسط شيء؟ أي أو يطبخها؟ بيض الطماطة. هذه علي. هاي الشغلة الوحيدة اللي أعرف أطبخها. بيضة طماطة، فالواحد يبدأ بالبيضة طماطة ويطور نفسه من هناك، صح؟ بالضبط، هذا الأفضل شيء يعني. ومنو اللي يعطيك الفول صار جاهز عندنا؟ أنس، منو يعطيك رأيه بأكلك أنت، الطبخ بالطبخ اللي أنت تطبخه؟ يعني هسه أنت راح قاعد تسوي فول، منو راح يقول لك طيب ولا مو طيب؟ بطلة الكواليس زوجتي الله يحفظ لي إياها. اي الله يخلي لك اياها ويحفظ كل الامهات للكل. الله يسلمك يا رب. الفول مبين عليه رولا، يعني على قولتهم تاكل اصابيعك وراها. طيب انس، احنا كنا ما حاسبين هيك حساب، بس راح انزل بهذه الطريقه في سبيل الوقت يعني. انس، انا حابه اسالك سؤال لك. عندك غير مواهب غير الطبخ؟ يعني شوفي، انا غير مواهب الطبخ، والله ما سؤال جديد هذا يعني صراحه. خلاص هسه انا اعطيتك هنت انه حتبلش تلقى لك موهبه جديده. بالضبط، مثلا سباحه، رياضه، ما يعني ما عندك اي شيء؟ بس الصوص اللي راح نحط عليه الفول هنا، عندي راشي وعندي عصير ليمونه راح اخليه فوقها على مود يكون جاهز الصوص مالته. بس قلت شوف، هذا راح تخليه على الفول؟ شلون؟ عفوا، راح تخليه على الفول؟ اي راح اخليه على الفول. طب هو الصوص مال شنو؟ راشي. راشي راشي بالضبط. راشي بالضبط. هذه ما مجربتها من قبل. اي هذه راشي، ونخلي فوقها ليمون، واذا صار تخين فتقدرون تخففوه بالمي. هذا يكون افضل شيء. هسه راح اشوفكم النتيجه النهائيه مالته خلال ثواني بس. نخلطها، وهسه راح اشيل الكاميرا وحشوفكم السفره كامله. يعني كان عندي بعد طبق ثاني ولكن ما لحقت نجهز لكم اياه لان الوقت قليل، ولكن الامور طيبه. شوفوا، انا حطيت له شوي وانا مي، ضفته للمي عليه، خففناه، هسه صار بهذا الطخن وجاهز. هسه راح نضيفه فوق الليمون، وهسه انا حاليا راح اطور الكاميرا على مود اشوفكم الطبق شلون بالضبط صار. أنس، على ما تحط الراشي على يا سلام، ردت أسألك سؤال بس الطبق هسه خطف الأنظار ونساني شنو السؤال. راسي ببطني هسه. أنس، أنت أكيد عندك شغل، تشتغل دوام كامل أو بالحاسبات، تشتغل مهندس حاسبات، فشون عندك وقت أنه تبتكر هذه الطبخات والخلطات الجميلة بالمطبخ؟ لأنه أكيد هذا هم يأخذ وقت وتجرب وتذوق وتسوي، وبنفس الوقت توازن وقتك وعملك الفول تايم، فشون تقدر توازن بين الاثنين؟ بصراحة يعني هذا يعني صدق أسميه جهاد للأمانة يعني. لأن أنا اطلع مثلا من الصبح اروح للشغل، فاخلص من الشغل الكمبيوترات مباشره اطلع للمطعم، ارجع للبيت ورا تقريبا 16 ساعه 17 ساعه، ولازم اشتغل على المحتوى. فاني معدل باليوم انام اكثر شيء 4 ساعات. يا سلام، هاي شنو حطيت هسه اخر شيء؟ اخر شيء ضفنا زيت الزيتون، وهذا وصراحة هنا عندي صوص سويته بهذا الشكل، لأن ما لحقت إنه أشتغل لكم وياه. راح أشيل الكاميرا بالضبط أشوفكم التفاصيل كاملة. باقين وياك شيف أنس، طبعاً السفرة تشهي، يعني ما أدري يعني أنا خلاص فقدت النطق. نشوف الوافلز والدونتس، هذه ممكن نقدر نقول اللي الريوق الأوروبي أكثر شيء، والأمريكي. نعم. ويا نلاقي الريوق العربي
الخلطة بين الاثنين أكثر من رائع. أنس المجهود أو الجهاد مثل تقول اللي عاد تسويه يعطيك العافية، هذا يشجع أنه كل الناس اللي فعلا تريد تتابع شغفهم الواحد يقدر يوصل لمن إيجاد هالشيء. أريد أشكرك على الوصفة جدا جميلة اليوم، راح نجربها بالبيت، أول مرة أسمع براشي ويا فول فمتحمسة أجربها. شكرا على تواجدك ويانا اليوم أنس. يا مرحبا، تحياتنا لكم، بالعافية، مع السلامة. أما الآن فمكملين على هذا الأكل كله، الظاهر سيلينا بالليل راح تقوم تسوي الطبخة هذه إذا شافت صباح الشرقية وراح تأكلها بالليل، اللي راح يرجعنا للهاشتاج وهو سؤال التفاعلي مال اليوم، اللي هو لما تنام تجي تسولف ويا نفسك تحكي ويا نفسك. عندنا شوي ديلي بالتأخير شوي بالهاشتاج على الضغط على صفحة الانستغرام، فراح نعدل صفحة الانستغرام على صباح الشرقية، بس خليكم متابعين أول بأول حتى تعرفون أو تقدرون تشاركونا تعليقاتكم من خلال الانستغرام. طبعا ميس، معظم الناس اللي يواجهون مشاكل بالنوم يكون عندهم مشكلة من الصغر، أنه عندهم اضطرابات بالنوم من منذ الصغر. يعني إذا إحنا ما ننتبه على أطفالنا ونشوف أنه كم ساعة ينامون، هل عندهم أحلام متكررة، هل هم يعانون من شيء، مثل بالتقرير بالاستطلاع بنية قالت أنه أنا أحلم دائما أنه أنا أوقع من مكان عالي. تحليلا لهذا الشيء اللي يصير أنه هي جسمها كل ما يقعدها من النوم يحاول يوعيها أنه اكو شيء غلط دا يصير بجسمك، اكو خلل بالسيستم دا يصير، جسمك دا يسوي شاتنج داون، بس الحلم يصحيك على مود تنتبهين انه اكو خلل، يعني تشربين مي او تقعدين على حيش تنفسين بشكل صحيح، هذا يكون سبب من الاسباب. ممكن همينا من الاسباب الاشياء اللي نتفرج عليها قبل ما ننام، فاحنا ما راح ننام، احنا قاعدين من النوم، بس اللي راح نتفرج عليه هو هسه الاخبار، نشره الاخبار. صبح عليك تيماء، نقول صباح الخير. تتمشين انت بالليل تحكين سوالف؟ الحمد لله نفذنا. ولا تضحكين ولا تسولفين؟ لا لا لا. ولا جربتي تسجلين نفسك مثل ميس؟ لا لا. سجلتي نفسك؟ طب والله برافو عليكي. لا لا لا، انا من ايام الجامعه ما احنا رفقات ننام يعني احيانا مع بعض او يعني بنفس الغرفه او شيء. لا لا لا، ما حدا قال لي ابدا ولا. تسمعين الاخبار قبل ما تنامين؟ مو دائما، مو دائما. خلينا نسمع النشره ما دام احنا صاحيين. لان مشاهدينا مع الموجز لهذا اليوم ومع خبرنا الاول، استشهد شاب متظاهر واصيب العديد من المتظاهرين والقوات الامنيه في التظاهرات التي شهدتها بغداد ومدن عراقيه اخرى احتجاجا على تسويف الاستجابه لمطالب انتفاضه تشرين. وطالب المحتجون بإزالة الطبقة السياسية الحالية والكشف عن قتلة المتظاهرين والناشطين ومحاسبتهم، وكذلك الكشف عن حيتان الفساد من المسؤولين في الحكومات المتعاقبة وسرقوا مليارات الدولارات من المال العام، بالإضافة إلى إيجاد حل للمشكلات الاجتماعية في مقدمتها البطالة وغيرها من المشكلات العقيمة الأخرى. بدأت الشركة الفرنسية المكلفة بتشييد مطار الموصل الدولي الإجراءات الميدانية لإنجاز المشروع الذي تزيد قيمته على 300 مليون يورو عبر قرض فرنسي ميسر. ووضع ممثلو الشركة مع أعضاء اللجنة العليا للأعمار خططا أولية لتشييد بما يراعي احتياجات المدنية. عبر مواطنون في الأنبار عن استغرابهم من تأجيل إجراء التعداد السكاني الاتحادي في المحافظة لبيان حقوقها الديموغرافية والمالية المستحقة، ويعود تاريخ آخر تعداد في المحافظة التي يقطنها حاليا قرابة 500 مليون و500 إلى تشرين الأول أكتوبر عام 1997. حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن الهجمات على مرافق المياه والصرف الصحي خلال النزاعات حول العالم لا تزال تعرض حياة الملايين من الأطفال للخطر، وتحرم الأطفال والأسر من الوصول إلى الخدمات الحيوية. وبحسب تقرير اليونيسف، أدت هشاشة العراق المستمرة منذ عقود إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، وتركت 1.85 مليون شخص مقطوعين من أو عن الوصول المنتظم إلى مياه الشرب المنفذة أو عذرا المنقذة للحياة والصرف الصحي الآمن.
وجدت دراسة جديدة أن لقاحي فايزر وأسترازينيكا فعالين بعد جرعتين ضد المتغير المحدد في الهند، وعلى الرغم من الإيجابية الواضحة لأن عددا صغيرا ممن طعموا ما زالوا مصابين، وظهر هذا الشذوذ في البيانات التي جمعت بواسطة تطبيق زوي كوفيد الذي كان يتتبع معدلات التطعيم وجمع تقارير في زوي وقت سابق من شهر مايو من 31 مساهما أصيبوا بعدوى بعد جرعتين من اللقاح و87 مصابا بعد جرعة واحدة. سافرت كاسي يونغ التي تبلغ من العمر 23 عاما وقطعت مسافة 5953 ميلا من لوس أنجلوس كاليفورنيا إلى سيئول لإزالة قفل الحب القديم الذي ربطته هي وخطيبها السابق بأحد المعالم السياحية الشهيرة. ونشرت يونغ مقطع فيديو عن رحلتها عبر حسابها في موقع تيك توك، وحصل هذا الفيديو رحلتها على التطبيق الأكثر من 8 ملايين مشاهدة. حطمت ألماسة فريدة من نوعها باللون البنفسجي الوردي تعرف باسم ساكورا أرقاما قياسية، حيث بيعت بمبلغ 29.3 مليون دولار وأصبحت أغلى ماسة أرجوانية وردية تباع في مزاد على الإطلاق. وقال القائمون على المزاد أن الماسة لا تشوبها شائبة داخلية وزاهية رائعة، وهذا ما يقيس لون الحجر. وأوضحوا في أن الأحجار الكريمة التي تبلغ 15.81 قيراطا كانت جزءا من فصل مهم آخر في تاريخ مزاد المجوهرات. وفي خبرنا الأخير مشاهدينا، أشارت مراكز الأرصاد الجوية إلى أن العالم سيشهد خلال الأسبوع الجاري ظاهرة فلكية لم تحدث منذ عامين، إذ سيشهد أول خسوف كامل للقمر يتزامن مع اكتماله. وأضافت أنه سيتمكن سكان المنطقة المطلة على المحيط الهادي وكذلك سكان الشطر الغربي من أمريكا الشمالية وأقصى جنوب أمريكا اللاتينية وشرقي آسيا من مشاهدة القمر الدامي مكتملا خلال الأسبوع الجاري. ومن المرجح أن يستمر الخسوف الكلي قرابة 15 دقيقة مع مرور الأرض مباشرة بين القمر والشمس، مشيرين إلى أن الظاهرة ستستمر 5 ساعات حيث يغطي ظل الأرض وبشكل تدريجي وجه القمر قبل أن يبدأ في الانحسار. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الموجز مشاهدينا، والعودة إلى الصبايا. كالعادة يعني تبهرينا بالأخبار، إن شاء الله نشوف الكسوف سوية أو الخسوف. أنا علم الفلك أحبه، فحتتغير الطاقات كلها. أنت أم الطاقات. يا إيجابية يا سلبية، عادة ما نعرف. يا رب إيجابية. إن شاء الله تكون إيجابية. أكيد اللي عندهم خبرة بعلم الفلك يعرفون إذا هذه الطاقات تكون ضغط على الكوكب والناس اللي عايشين بيها ولا تكون بطريقة. والله مو ناقصنا ضغط أبداً. أبداً مو ناقصنا ضغط. شكراً يا سلبية. أما الآن مشاهدينا نحن ننتقل إلى فقرة غير نوعا ما نقدر نقول بعيدة عن النوم بعيدة عن الكلام بس منوعة. قبل فترة طلعت جربت هو فن جدا قديم وفن سومري بلاد الرافدين والعراق، هو الفخار. استمتعت جدا به، وهذا اللي نقدر نقول لأنه الفخار صار لعوائل بالعراق أكثر من 200-300 سنة قاعد يستخدمون هذا الشيء. بس قبل ما نأخذ هذا التقرير أريد أول شيء نسلم على هيفاء من أربيل ونشوف جماعة أربيل إيش دا يسوون، بس لتحمسكم شوية حتى تشوفون التقرير اللي دا نجرب أنه نخلي الفخار موجود في جيلنا ويستمر في الأجيال القادمة. هيفاء صباح الخير. صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي صباح الشرقية. رولا أنا تحمست أنه أشوف شنو هذا الموضوع. مال الفخار ولا مال النوم؟ لا مال الفخار. يلا هسه بعد ما تخلصون فقراتكم من أربيل إن شاء الله راح تشوفين تقرير الفخار وتشوفين شلون تفننت، راح تشوفين الفن اللي طلع من عندي يا هيفاء. طيب هيفاء فنانة بكل شيء. هيفاء صباح الخير. صباح النور عليكم. اليوم منو موجود وياك بالاستوديو؟ اليوم وياي بكر. صباح الخير عليك بكر. حابين احنا نوجه لك تحية، ونعرفنا اليوم احنا انه زين طالع برا تقرير، ان شاء الله يكون موفق. حدثنا عن هالموضوع اكثر.
شكرا شكرا إلك. طبعا مثل ما تعرفون اليوم راح يكون عندنا تقرير لايف ويا زين، راح نشوف المتحف السرياني وراح يشوفنا المكانات، وانا طبعا من عشاق المتاحف، يعني الشغلات الكلش قديمه الاثريه، اتمنى انه اي شغله اثريه قديمه اشوفها احب المسها يعني او الزمها. بعض الاماكن يكون ممنوع هذا الشيء طبعا، ثاني هذا الشيء يكون بداخلي، لانه مثل ما تلمسين التاريخ تحسين اكو شخص صح. يعني لزم هذا الشيء قبل آلاف السنين بنفس المكان، فهو هذا الإحساس غريب يصير يعني. طبعاً هذا اللايف اللي حيكون بعد التقرير اللي راح نأخذه. بكر هيفاء راح نخليكم بالفقرات المنوعة، وبكر جرب لا تلزم الممنوع مرغوب، نعرف بس نبتعد عن هذه الأشياء. خلينا نشوف الفقرات اللي عندكم ونرجع لكم بعد شوية. نعم. شكرا لكم، حياكم الله اعزائي المشاهدين، صباحكم خير، امل تفاؤل، يا رب يومكم يكون حافل بالاخبار السعيده. اول فقراتنا من اربيل راح تكون من ديالى مدينه البرتقال، بس اليوم راح نروح ويا شخص يتنافس هو وهيفاء بنفس المهنه، هو صائد الثعابين او الحياه مثل ما نقولها. هيفاء كل ما تشوف حياه تصيدها. شوف هي ديالى معروفه بالبرتقال، هذا الشيء معروف عنه، كل محافظة عراقية مشهورة بشيء معين، ديالى مشهورة بالبرتقال، بس انه احنا ما راح نسلط الضوء على البرتقال اللي مشهور بديالى، راح نسلط على شخص، هذا الشخص يحب انه يربي حياية. الحمد لله شكر انه انا مش بتقرير البارحة، لانه اكو اغلب الناس هواي يخافون من الحياية، فهذا الشخص خلينا نقول هو جدا جريء، لانه واصل مرحلة انه هو يلزم الحية يربيها يكبرها، وبالنهاية ما اعرف شو يسوي. يعني أنا ليش داعي أقول لكم يتنافس هو هيفاء بهذا الموضوع؟ لأن هيفاء عندها فوبيا من أي شيء زاحف، يعني إذا تشوف شيء زاحف بالبيت يمكن ما تبقى بالبيت بعد، تهجي تروح غير مكان. خلونا نشوف هذا التقرير من ديالى ونرجع مرة أخرى. طبعاً من التسعين أنا أشتغل بهاي الشغلة، شغلة الأعشاب، فممكن تودي أعشاب للشورجة. واحد من العطارين قال لي تقدر تجيب لي حياة سامة؟ قلت له إيه أقدر. فمرة كنت دافتر بالبساتين أدور أعشاب ما أشوف إلا راعي يعني حاصر حية ما تقدر تنزم، فقال لي تعال إزمها. فسويت أنا زمتها أول شيء من ديلها، وديتها مكان يعني قاع مفتوحة وحطيت عود على راسها ولزمتها هيك، وحطيت بجيس وديتها هي. والله هاي موهبة من الله سبحانه وتعالى، الله ما يعطي موهبة لأي واحد من هيك شيء، وهاي أخطر الحياة بدياله، وأنا أكبر حياة زمها، ما طول يعني ما أخاف من عندهن، اللي جرى بيها عادي، ما أخاف من عندهن أبد، وعلى طول اللدغ. هم تعرضت لها؟ إي على طول اللدغ، كل ما اللدغ أروح المستشفى، كل ما اللدغ أروح المستشفى، هيك. صارت عندك مناعة؟ إي عندي مناعة، ذيك مرة لدغتنا هي ما رحت المستشفى، هيك، لأن الحمد لله والشكر جسمي يتشبع بالشيء. تفرغ البساتين من أصحابها أزم الحياية دور أكل أو بالليل هيك نوبات أطلعهم بالليل أدورهن على طول أزم. شفنا ولد أخوك وياك إنه يساعدوني والله يخافون؟ لا ما يخافون والله، لا علمتهم عليها، بس هاي الحياة طبعا ما خليهم يزموها، هاي حياة عادي، وهاي الحياة قلت لك أخطر حياة بديالة، على طول اللي دق من عندها، وهاي نيابها، وطبعا نيابها طمهم لي جوا. يا بابا القطرة ما سن هاي أخطر حياة بديالة، اي والله محافظات وبغير دول، عراقيين بغير دول يريدون علاجات مني، من ضمنها يعني ابسط شيء قلت لك دهن الحيه، دهن الحيه يختلف على زيت الحيه، زيت الحيه مو اصلي، دهن الحيه اصلي.
رجعنا وياكم من جديد مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير، بس حابين ننوه على هاشتاج حلقتنا لهذا اليوم، يقول هل تتحدث اثناء نومك وما الموقف اللي تعرضت له؟ طبعا اغلب الناس انه اثناء النوم وبالحلم من يحلمون يحجون الحلم شوي، اكو مقتطفات خلينا نقول من الحلم يحجون به، وبنفس الوقت اكو اغلب الناس اكو موقف يتعرضوا له اثناء النوم انه من يكونون تعبانين وصارفين طاقة هواي خلينا نقول النهار كله، فمن يجون ينامون يحسون بداية النوم مالتهم يحسون نفسهم إن هم حلمانين حلم واقعين من شيء جدا عالي، جبل شيء يعني عالي، فيقعد من عنده وبعدين يرجع يقعد النوم وبعدين يرجع ينام. هذا أكثر موقفين يتعرضون إلى الناس بالذات إذا يكونون تعبانين أغلب الأحيان. أنت تحكين وأنت نايمة؟ لا لا لأن ما أعرف إنه أنا يعني إلا المقابل. أكو مشاكل يعني بالنوم بصورة عامة. نعم. مو بس اللي يحكي، ممكن هذا طبعًا اللي يحكي تسبب المشاكل، يعني هو يكون مثلًا نايم بنص أصدقائه لو بنص أهله لو ما أدري شنو يحكي فد موقف صار بيه ما كان يريد يحكي هو. فهاي فضيحة. لو مثلًا تلقي ناس يمشون يعني نعم. أثناء النوم. يتصرف تصرف طبيعي جداً يعني يقوم تشوفه دا يمشي يروح للثلاجة ما أدري شنو. هو بس هو غافي يعني بينه وبين نفسه هو نايم. اكو هواية امور تصير اثناء النوم، واكو بعض من عندهم اللي هذا كل شيء يعني اذا تنام يما انت ما راح تقدر تنام. يعني كان احد اصدقائي هيك وضعه يقز على سنونه يطلع صوت هيك حكه بسنونه تدمر هاي طبعا يعني حتى اللي بصفه ما راح يقدر ينام وهو نفسه يتاذى من هذا الموضوع. وهذا الشيء جدا خطر على الاسنان، يعني احنا دائما نستضيف دكاتره اختصاص اسنان ودائما نركز على هاي الامور انه بعض الاشخاص من ينامون يركز على اسنانه وهذا الشيء ممكن انه يضر اسنانه وتتكسر اذا لفتره طويله لسنين طويله يسوون هذا الموضوع. فاكو مثل القالب الشفاف الدكتور انه نوه عنه، مثل القالب الشفاف ممكن الاشخاص يلبسوها وينامون حتى من يكزون ما ياثرون على اسنانهم. بالضبط. الله يبعدنا من هالامور كلها ان شاء الله ما نحكي ولا نتحرك اثناء النوم. طبعا مشاهدينا هسه راح ننتقل الى زين مباشر من متحف السرياني وراح يشوفنا شنو المحتوى الجميل اللي موجود داخل هذا المتحف. صباح الخير عليك زين. صباح الخير عليكم هيفاء وبكر وصباح الخير لكل مشاهدي برنامج صباح الشرقية. طبعا اليوم احنا حضرنا لكم مفاجأة، كلكم تعرفون احنا وين، احنا بمتحف تراث السرياني، هذا المتحف اللي هو الوحيد بالمنطقة، فحبينا اليوم انه احنا نشوف لكم هذا المتحف وعلى شنو يحتوي هذا المتحف. طبعا حتى نعرفكم راح يساعدني بهذا الشيء مدير متحف تراث السرياني الاستاذ كالدو رمزي. صباح الخير عليك استاذ. صباح الخير يا اهلا وسهلا استاذ كالدو، احكي لنا شو وقت تم افتتاح هذا المتحف وشنو المميز بهذا المتحف؟ اولا هذا الصرح هو متحف التراث السرياني، افتتح في عام 2011 بالضبط في نيسان 2012. ليش نيسان؟ لانه يرمز الى التجدد ويرمز الى راس السنه البابليه الاشوريه، فلذلك بين انه يكون هذا الافتتاح يتزامن مع احتفالات اكيتو. فمنذ 2011 هذا المبنى موجود، ولكن المقتنيات جمعت ما قبل 2011 بسنتين أو ثلاث سنوات وبجهود مديري العامة للثقافة والفنون السريانية التي هي جزء من وزارة الثقافة في إقليم كردستان. أستاذ كالدو، شكو شغلات ممكن إحنا اليوم والمشاهدين يشوفوها بهذا المتحف وما يشوفوها باقي متحف العراقية؟ أنا ما يميز هذا المتحف هو متحف مختص في التراث السرياني، أي كل ما يتعلق في آبائنا السريان. من نقول يتعلق في آبائنا السريان، طبعا السريان هم وإبداعاتهم الفكرية والفنية والعلمية أعطوا لجميع المكونات في العراق الكثير. مثلا من ناحية ما قدموه، هم كانوا الأوائل في المسرح العراقي وكانوا الأوائل من نقلوا الألحان الكنسية إلى الأغاني العراقية وإلى آخره من الفنون ومن الإبداعات الفكرية وخصوصا البيوت التراجم السريانية. فيحتوي هذا المتحف إلى كل ما موجود من مقتنيات استخدمت في البيت السرياني القديم، وأيضا هناك قاعة ثقافية لأن هناك لدينا التراث الثقافي الذي هو تراث غني جدا
وهو جزء من التراث الثقافي العراقي. فهناك مجموعة كبيرة تتحدث عن الصحافة السريانية، ولدينا الموسيقيين الذين أبدعوا في الموسيقى العراقية من لويس زنبقة إلى منير بشير وآخرين، وأيضا لدينا رواد الفكر ومن أسس إلى خلينا نقول القواميس واللقسيقون، القواميس السريانية العربية، الآرامية العربية وإلى آخره. وأيضا هناك مجموعة كبيرة من المخطوطات السريانية. نحن كسريان نفتخر أن هناك أكثر من 8000 مخطوطة فقط في هذه المنطقة. فكل هذا ستجدونه في متحف اسمه متحف التراث السرياني. نعم. أستاذ كدو، الزملاء بالاستوديو هم حابين يشوفون بعض أجواء هذا المتحف. أعرف إحنا شوية مقيدين، ما رح نقدر هواي نتحرك، لكن ما أعرف إذا الكاميرا تقدر. هنا لدينا قسم الحياكة، هذا هو مشاهد كيف كانت تتم عمليات الحياكة طبعاً، والخيوط والصوف، وهناك أيضا المواضيع التي تتعلق في المواضيع الزراعية والمواضيع التي تجهز للمأكولات الشعبية. طبعا هناك قاعة، القاعة الأولى تتضمن الأزياء أيضا. هناك لدينا نحن أزياء تراثية، أزياء التراث السرياني، تتميز أنها ضرب من الإبداع في الأعمال اليدوية لأنها ملونة، وهناك تستخدم فيها رموز جدا مهمة، وهناك ميزة وخاصية لكل قرية عن قرية أخرى، ولكن الجميع هناك شيء مميز وهو موحد، التي هو غطاء الرأس. الغطاء الرأس هذا توارثناه من آلاف السنين من آبائنا وأجدادنا البابليين والآشوريين، وأيضا هناك مقتنيات التي تستخدم في المواضيع الزراعية، وكيف كانت المرأة السريانية وحتى المرأة العراقية جميعا كانوا يؤدون مهامهم اليومي. زين أستاذ كدو، ممكن هسه احنا نشوف شغلات موجودة بهذا المتحف، خاصة عندنا صبايها من اللابسين الزي التقليدي والأزياء التراثية. ممكن احنا اليوم صبايا إذا تتفضلون لهنا، ممكن حتى تشوفكم الكاميرا همين يشوفوكم المشاهدين. أستاذ كدو، ما أعرف إذا كل واحدة من عندكم حابة تعرف عن نفسها وشنو الزي التراثي اللي هي لابسته. نقدر نبدأ وياك. اسمي جان دارك نجيب. طبعاً أنا الزي بنت عنكاوة لابسة. يتكون الزي من هاي يسموها كفية، وشقته وقباء يعني ستر وفستان، وهاي يسموها حمل الله، يعني يكون أجزائها بصليب كتاب مقدس. هاي قردانة يعني قلادة. حلو جداً. أزياء ملونة ندوة، صباح النور، ندوة يوسف، ولابسة زين الخمالة، يتكون من فستان والكفية والاكسسوارات. حلو جدا. وانت حضرتك، صباح الخير عليك. صباح الخير فائز إبراهيم. لابسة زي عقرة، يتكون من شقطة وقباية وبصل أو مزرية وقردانة، قردانة العفو، وكلادة، وهاي الرأس به مجموعة من كفيات وقفقة. حلو جدا. أستاذ كدو، نشوف اليوم تنوعك بالملابس، وهي يمكن عينة من الملابس اللي احنا انتوا عارضين لدينا كثير من اللي تشمل كل المناطق الموجودة بالعراق. صح. شلون تتميز كل منطقة عن يعني هي طبيعة طبيعة البيئة بالمنطقة تحكم في نوعية الملابس، والملابس طبعا بمرور الزمن الملابس التراثية لم تكن هي نوع واحد، فطرأ عليها تغييرات كثيرة. أكيد هي تتحكم فيما يحيط في كل منطقة وفي كل مدينة. أكيد المنطقة الجبلية تختلف لبسها من المنطقة السهلية، فهناك مثلا دجداشة هو شيء مشترك ما بين سهل نينوى مثلا، وأيضا الشروال الذي هو الجبلي هو مشترك في المناطق الجبلية. أستاذ كدو، ممكن إذا يعني تشوف لنا هاي الملابس الموجودة هنا هذا مثلا ممكن نحكي على هاي بارت الله.
الازياء من برطلة. طبعا هناك شيء مهم ومميز في المرأة السريانية، من نقول سريانية كلدانية أشورية، يعني كان هناك الحشمة، في الحشمة كان رمز مهم، فنلاحظ هذه المزرية أو الراب اللي موجود هنا، والنقوش تختلف عن المناطق الأخرى. دائما نحن وفق إيماننا دائما نحب يكون هناك ألوان زاهية، هذه الألوان هي تؤكد أنه مدى إبداع أبناء شعبنا في العمل اليدوي، من يكون هناك تطريزات عليها. هنا مثلا نشوف أنه الرجل أيضا فيه تطريزات، هذه التطريزات رموز تدل على أشياء معينة، بعض من لديها مرموز متوارث قومي لآلاف السنين، وبعض الآخر حاليا أخذناه من إيماننا المسيحي. أزياء يعني طرزوها وفصلوها وخلوها بالمتحف، لو هي أوردي كانت مال ناس قديمة وجابوها خلوها بالمتحف؟ سؤال مهم جدا، لانه احنا كنا اوريدي راح نتطرق الى هذا الموضوع. استاذ كالدو، الملابس التراثيه الموجوده هنا من ضمنها الاثاث والتحفيات، الشغلات اللي نشوفها هنا هسه، ممكن هسه نسلط الضوء شويه على هاي الشغلات، هل هاي الشغلات انتم جمعتوها او انتم قمتوا ب يعني صنعها؟ لا طبعا، كل الاشياء، اغلب الاشياء ممكن هي اشياء حقيقيه وتعود الى عشرات ومئات السنين. مثلا لدينا هذا القفل المفتاح، هذه كان خشبي، هذا ميكانيزم كانت موجودة ولا تزال هذه الميكانيزم بشكل متطور، لكن المفتاح كان بهذا الشكل، هذا لباب أو جيت نسميه البرة، يعني موجود برة. فهذول الأمور تعود إلى أربعينيات إلى عشرينيات مثلا، وأيضا هناك أشياء لدينا كانت تستعمل لدى المزارعين السريان وأيضا من أبناء المنطقة. هذول الأمور تعود إلى 1920 و40 و1000 بلكي 800 وكسر، ولدينا بعض من الأشياء لديها تاريخ جدا يعني طويل وعميق. أكيد طبعا، إحنا شقد ما نحكي على هاي الشغلات ما راح نقدر نغطي كل شيء. أستاذ كالدو، شكرا لتواجدك ويانا بصباح الشرقية. أنا حاب همين أسوي لكم فد جولة كل سريعة بالشغلات الموجودة هنا، إذا تشوفون من الأزياء وأيضا التحفيات، وراح تشوفون المخطوطات وأيضا الخرز اللي تم خرزه بسنين ماضية جدا أو بالقرون الماضية. همنا إذا الكاميرا تقدر تأخذ هذا الجزء من المتحف اللي يحتوي همنا على شغلات أثرية جدا. زين، ممكن نعرف ممكن إنه إيش قد استغرق وقت لإنشاء هذا المتحف؟ نعم هيفاء، إيش قد استغرق وقت، يعني كم شهر، المدة كاملة إنشاء، يعني تم إنشاء هذا المتحف؟ أكيد ممكن أستاذ كالدو، كم من وقت أخذ هذا المتحف حتى تم إنشاء، يعني حتى جمعتوا كل الشغلات الموجودة به، خاصة الشغلات الأثرية هي مو فشي سهل؟ يعني إحنا أول شيء كشعب يعشق هذا التراث، وبين أن نحافظ على ما تبقى من تراثنا، هذا التراث الغني اللي أعطى العراق كله المحبة، حب والعلم والإبداع. فأبناء شعبنا تبرعوا بموجوداتهم ومقتنيات الأثرية والتراثية، فأخذ تقريبا بين سنتين إلى 3 سنوات جمعنا ما موجود هنا، ولكن لدينا خطة لنجمع توسيع هذا المتحف، وأيضا أن نجمع ما موجود في سهل نينوى لأنه لنحافظ عليه من الزوال والتخريب أيضا. حلو جدا، ممكن مستمرين وياكم مشاهدينا حتى ناخذ اجزاء ثانيه من هذا المتحف. مثل ما قلت لكم، يعني اكو شغلات حتى اني صعب اتعرف على شنو هي، ممكن هاي الشغلات الاوتي اني هسه دا اشوف اوتي هو مكوك، طبعا هي ما صنع من قبلنا بس كانت موجوده مستخدمه من قبل ابناء شعبنا. طبعا حلو جدا، هاي الشغلات ممكن اصلا تكون مستخدمه بمنطقه بشكل طبعاً عام، وهذا كانت اكيد المدن اكثر كانوا يستخدمونه. كنا نقول الافندي كان يستخدم المكواه، اكيد يعني في مناطق اخرى لا. لدينا الفخاريات هنا، نشوف الفخاريات هاي كانت تستخدم حتى الفخاريات هنا، ان فشي مهم وتراث
جدا مهم، كان يستخدم لطبخ الهريسة وينحط بالتنور، وهناك بعض من هذه الفخاريات تستخدم لنقل الماء، وأيضا الحب الذي تستعمل لوجود الماء بها يكون هيجين وطبعا يكون بارد. هاي ممكن كانت يعني الأغراض اللي كانت تستخدم قبل حتى يطبخون بها مثل أول هذه مقلاة طبعا. هذول ممكن نقول إنه صناعتهم جديدة، وهذه لحفاظ المحافظة على المواد لبرودتها طبعا، والمناقل المتعددة. هنا نسميه بيث لخمة الذي يكون فيه الخبز طبعا، خبز الرق نسميه. هذا الخبز ينحط في هذه الخزانة، وأيضا هناك خزانة للحبوب، وأيضا مواد تستعمل في المنزل الكردو آشوري. أيضا شوف أكو هواي شغلات هنا. أستاذ كالدو، شنو كانت خلينا نقول الرو ماتيريال اللي كانوا يستخدمون من عندها أو يصنعون من عندها التحفيات وال... هو الطين. إحنا كبلد وكحضارة أبناء حضارة بابل وأشور، طبعا الطين هو شيء مهم بالنسبة لنا. حتى البيوت سابقا كانت تبنى من اللبن، أي هذه اللبن كان بنفس قياس يبنى بها بابل وأشور. فإحنا من حضارة طينية، بنينا أكبر مكتبة طينية، فأكيد الطين جزء أساسي من كل هذه الموجودات والفخاريات. بعدين طبعا جاء المعادن وإلى آخره من المواد الأخرى. طبعا الخشب أيضا كان له تأثير، ولكن الحجر، حجر مثلا كان يستخدم، هذول المواد كانوا يستخدمون مثلا هذا الجاون لدق الحبوب، هذاك مثلا نسميه المندرون طبعا ترتيب الأسطح، وهناك أيضا أشياء أخرى تستخدم. زين طبعا مثلاً احنا نتمنى انه بوابات المنازل وإلى آخره هذا من المكان بصورة هنا مثلا العروس، هذا مثلا يشرح لنا عنه كليته، لكن للأسف انت تعرف وقتنا ضيق. هاي الخزانة تشوفوها، نضطر نختم وياكم هسه. مثلا العروس كانت لديها الجهاز نسميه، شكرا جهازها تحط بهذا. شكرا استاذ كالدو، طبعا شكرا لكم مشاهدينا، وشكرا لبكر وهيفاء. نتمنى انه نكون استفادتوا من هاي الجولة بالمتحف، راح نوعدكم انه نسوي جولات ثانية من داخل متاحف اخرى باربيل ان شاء الله. شكرا لك يا زين، شكرا. مشاهدينا حابين بس نذكركم بهاشتاغ حلقتنا لهذا اليوم، تقدرون تجاوبون على سؤال حلقتنا، ما الموقف اللي تعرضت له اثناء نومك، يعني ان تتكلم او تفز من انت نايم، فشنو الموقف اللي تعرضت له، تقدرون تجاوبون من خلال صفحتنا بالانستغرام. طبعا راح اقرا كم كومنت. احد الاشخاص كاتبين اصلا كنت قبل واني نايم اطلع امشي واخذ لي جوله بالبيت لحد ما يرجعوني لفراشي. هذا هو كومنتات بكر كاتبين اصلا وصلت مرحله اصيح واني نايمه، واصله مرحله هذه بنت. طبعا كومنتات وايد، تقدرون تجاوبون من خلال صفحه الشرقيه بالانستغرام. مشاهدينا انتهت فقرتنا من داخل اربيل، هسه راح نرجع على استديوهات دبي. التعليقات اللي قاعد نشوفها على السؤال التفاعلي مال اليوم، تعليقات تضحك. قبل ما ننتقل لدبي، تدرين انا قرأت قبل فترة عن موضوع الناس اللي ينامون وتصير عندهم بداية اليقظة وبداية النوم، يعني انه هو بعد بين النايم وبين القاعد وتصير عنده هاي الفزة. الفزة اللي هو يتخيل نفسه واقع من مكان، انه هو واقع من مكان، انه 90% من الناس بالعالم تصير عندهم هاي الحالة. فمو انت وحدك يعني. الحمد لله. انا قليل صراحة يصير عندي هذا الموضوع، بس اكو ناس ممكن يصير عندهم موت، لا هو يعني لا هي حالة مرضية ولا هي انه فد شيء هو بيك بصوره عامه، لا هو الموضوع انه لما تكون انت محروم من النوم لساعات كلش طويله وجسمك مرهق، فانت بين القاعد وبين النايم اول ما تبدي تريد تنام بصوره عامه يصير عندك هاي الفزه او الرعشه يعني. ما بيها شيء يخوف يعني، يا اما يكون تعبان كلش، يا اما يكون يعني مش بعان نوم. وهي هي صارت بيها هوايه يعني أبحاث ودراسات، قالوا إنه إذا الجسم ينطيك مثل
الإيعاز أو يدخلك بحلم أنه أنت واقع من مكان عالي حتى يقعدك لأن أكو مشكلة بجسمك، مثلاً عندك فد بعض الأعضاء واقفة دا يريد يشغلها أو صارت عندك فد مشكلة معينة، فالجسم يريد يعطيك إشارة أنه أنت تقعد من النوم يلفق لك هذا الحلم حتى ويذبك من فوق حتى تقعد بالأخير. بكر هيفاء قاعد تسمعونا؟ نرجع إلى استوديوهات دبي ورح نسألهم هالمرة أنه صاير بيكم هذا الموقف لو لا؟ عاني سوالف بالليل ومشي اللي تريديه، بس قبل شوية حكينا على الهواء أنه ما نريد نلوم الناس اللي تحكي سوالف وفضايح وهم نايمين لأنه خطيه يمكن شايف فيلم شايف شيء، بس بكر دا لاحظ ترى دا يبرر رواية على هذا الموضوع، شنو فضايح أخاف حاكي شيء صايرة مكسورة صاير مسوي شيء بالليل؟ أنا ما أحكي نهائي، أنا لا أرى لا أتكلم، كل ما أسوي وأنا نايم نهائيا حجارة من أنام لحد ما أقعد. خلي نسمع من هيفاء بكر يمكن هي عندها رأي ثاني. الحمد لله. والمشكلة أنا هم نايمة ما أحس، يعني ما أعرف إنه بكر يقوم يقعد يحكي يصيح من هو نايم يمشي ما يعني. خلاص اليوم جربي إنه تسجلي له قبل لا ينام قبل لا تنامون. أكون برنامج ميس اشتركت به البارحة وسمعت إنه هي قاعدة تسولف وتسوي شغلات يعني طول اليوم. فأنصحك هيفاء انه تسجلين اليوم قبل لا تنامين وشوف النتيجه باكر. اكو برامج اكو تطبيقات كاميرات ايضا يحطوها بالغرفه. الكاميرات اللي شفناها هيفاء طلعنا على فقره اليوتيوب واحده انشهرت اسمها سيلينا على تيك توك لانه ظلت تتمشى بالليل، ما ادري اذا لحقتوا عليه ولا لا. بس هذه حتى للمشاهدين اللي ما لحقوا عليه لازم تشوفون الاعاده، لانه سيلينا هذه بالليل شغلتها إنها تتمشى وتروح للمطبخ تطلع المشروبات الغازية وتروح تزرعهم برا بالثلج. ما تفهمين تمردهم الثاني يوم. ماكو ربط تلاحظون؟ هيفاء وبكر شكرا لكم. يعني تكون تعبان النهار كله ف قضيتها مسواك بالليل وبالنهار. شكرا لكم هيفاء وبكر. احنا شفنا من زين قبل شوية بالمتحف كان مسوي بالتقرير مالته بالمتحف المقابلات الفخار وذكرني بالتقرير مالنا، فهمينا مثل ما قلت لك خليكم تشوفون لانه الفن اللي سويته من الفخار راح تتعجبين، مع انه مو سهله بس طلعت المواهب، فخليكم تابعين ويانا وتشوف التقرير. شكرا لكم. نعم ميس يعني نعم. معناها انت حتشاركين المتحف قريبا؟ اي راح افتح متحف انا اروح اشوفه بعدي. مثل ما شفتوا التراث العراقي القديم هو من أكثر الأشياء مصنوعة من الفخار، أو الفخار تحول إلى سيراميك، وهذه تجربة حبيت أن اليوم أصلاً من هذا الجيل اللي إحنا به الفخار تحول إلى هواية أو موهبة الناس قامت تسويها حتى يصنعون الفخار بالطريقة اللي هم يحبوها من خلال القواري، اللمبات، حتى الأضوية وحتى الاستكانات مال الشاي. فأخذنا جولة وجربنا اللي أبداً ما كانت سهلة، بس ما راح أقول لكم أكثر، شوفوا أنتوا التقرير وقرروا بنفسكم إذا سهل الواحد يسوي فخار أم لا. خلينا نتابع. اليوم راح أخذكم بجولة، مع أنه هو فن عراقي قديم كلنا كنا نستعمله، ممكن إجت فترة نسيناها، ولكن اليوم في الوقت الحاضر صارت عبارة عن هواية. وشنو هو اللي قاعد أتكلم عنه وفقرتنا اليوم؟ هو الفخار أو السيراميك، شلون نقدر نصنعه مثل ما شايفين الصحون ورايا، حتى الفازات مال الورد، حتى همين الأضوية، كل شيء يتصنع من الفخار بالإيد يطبخوه بعدين أو يحطوه بالنار ومن بعدها يلونوه وراح يسوون الكوابة والأضوية. فاللي راح نسويه إنه راح أخذكم خطوة بخطوة شلون نقدر نصنع فخار بأجمل صورة وراح نسويها ويا بعض. أول خطوة أريد نختار الفخار أو اللون حتى يطلع الفخار أو السيراميك باللون اللي إحنا نحبه. شلون نعرف الفرق؟ حاطين هنا هذا الفخار الأصلي
ولما نحطها بالنار ونطبخها حيطلع من بهذا الشكل وبهذا النوع، طبعا من اللون اللي انت تختاره. تختلف البوتري او الكلي من كل كلي الى اخر، فمثل ما تشوفون هذا اللون مثلا قبل ما نحطه بالنار، وهذا بعد ما نحطه بالنار يطلع بهالملمس وهذا اللون. فحلو انه الواحد يقدر يختار ويعرف الملمس مالته قبل ما يبدا الجوله مالته باختيار البوتري المعين او الفخار المعين اللي راح يسويه ويقلبه الى سيراميك. فانا راح اختار واحده بعدين راح اشوفكم الخطوه الثانيه شنو راح تكون. الخطوة الثانية انه راح نجيب الطين وراح اقعد على هذه العجلة مثل ما انتم شايفين. هذه العجلة اول ما تتحرك نقدر نصنع من عندها اشكال من الفخار. طبعا اكو اكثر من نوع، ممكن باستخدام العجلة او ممكن باستخدام اليد اللي راح اشوفكم همين الناس لما نتصنع كوابة او صحون او اي شكل اللي هم حابين بس يصنعوه من صنع الايد من غير ماكينة. فاكو نوعين، اكو العجلة واكو باليد. خلينا نشوف اي واحدة راح اجرب، بس هذه الخطوة الثانية. خليني اخذكم للخطوة الثالثة قبل ما نبدا. شفتوا ايش قد سريعة؟ بلحظة صنعت صحن. لا تشقوا وياكم، هذه مصنوعة مثل ما شوفتكم من العجلة، انصنعت بهذا الشكل. هسه الخطوة اللي من بعدها راح نروح نحطها بالنار أو يعني نطبخها نحميها. فخليني أشوفكم النار اللي جوا وشون ينحط بطنها حتى تستوي وتصير الفخار اللي احنا نريده، وممكن بعدين نحولها إلى سيراميك. تعالوا أشوفكم. هسه جينا للمطبخ، انا سميته المطبخ لانه النار ويصير الطبخ هنا. اللي راح نسويه مثل الصحن اللي شوفت لكم اياه قبل شويه ينحط بهذه الماكينه اللي تطبخها نقدر نقول، بعد ما تطلعوها من النار ينحط بهذا الكونتينر اللي همينه حار بس يخلي الفخار دافي حتى يستوي. لما يستوي راح يطلع بهذا الشكل، طبعا تاخذ مدتها اسبوعين، فيعني مو شغله سريعه وما تصير بيوم وليله، بس الشغل والتعب والفن اللي بيه صراحة قدرت أكثر لما قاعد أشوف المراحل اللي قاعد نمر بيها. فمثل ما قلت لكم بعد أسبوعين راح يطلع بهذا الشكل اللي هو بعدها ما خلص. الخطوة من بعدها خليني أشوفكم شنو هي، يسموها الجليزنج أو اللي يحطون عليها الطبقة الثانية قبل ما يرجعون يحطوها بالنار. خليني أشوفكم إياها. هسه راح تشوفون السيراميك بعد ما تلون، هذه كلها تلونت وخلصت والكوابه جدا جميله وانطبخت مره ثانيه اسبوعين وطلعت بهذه النتيجه الجدا رائعه وجميله. الاشكال عديده، ممكن تسوون فازات، ممكن تسوون شموع، ممكن تسوون كراسي، حتى كل شيء ممكن تسووه من خلال الفخار وتلونوها على الطريقه اللي انتم تحبوها مثل الالوان الجميله اللي شايفينها هنا. اكو فازات همينا مسويها باشكال جدا غريبه وحلوه، وهمينا على الدخله انتبهت انه مسوين كل الاكسسوارات اللي موجوده على الطاوله بهذا المحل، حتى منطقه الشاي والقهوه كل شيء مصنوع من هذا المكان بايدهم. طبعا هذا نقدر نقول ممارسه مال الفخار انه نصنع هذا الشيء، نوع من التامل، نوع من الواحد خلص يطفي الزحمه اللي يصير بحياته من برا ويركز بمكان واحد ومكان واحد فقط. فأنا متحمسة أن أبدأ هذا المشوار وأشوفكم شو راح يطلع من عندي. يطلع من عندي فازة ولا يطلع من عندي غلاس، ونرجع نطبخ ونلون ونسوي هذه الأشياء. فتابعوا. أول خطوة تحطون الطين أو الكلي بنص البورد أو بنص العجلة وتصنعون الأشكال اللي تكون تجي على كون على طول حتى تتبت أو يتبت الطين بمكانه. فهذه أول خطوة قاعد تسويها، قاعد تعلمني شلون أسويها حتى على ما أنا أنزع الأكسسوارات وأخذ الدور.
هالشغله طلعت مو كلش سهله. Saying it's not that easy. Not that easy. No. Ah, هسه اقدر اسوي اشكال. Okay. So I push. Yes. Push it with the thumb. This is fun. اظافيري راحت. صارت عبارة عن طين. الله, this feels so good. شعور لا يوصف. Okay, what do I got? Okay. Ooh, I got a nice shape. No. But you can still do it. You can still use it. My art masterpiece. You can do it with this. Okay, fine. Come in ahead. سوينا فنجان. اريد اسوي استكان. سو قاعد تقول انه لما اصلا كل الاشكال اللي قاعد نسويها لما نحطها بالنار القياس مالته يصغر لانه هذا بيه مي, فلما نحطها بالنار الماء ينشف فالقياس يصغر, فبلكي هذا يصير استكان شاي ما تعرفون. صحن الشوربه اللي سويته. No one can see. No one can see. هاي شفتوا ايش سويت؟ It's a cool pot. It is a cool pot. Yeah. ما يخالف. I can live with this. I can live with this. خل سارة هنروح ندخلها بالفرن وبعد اسبوعين ارجع ارسم وبس. انتوا شفتوا الشكل النهائي منه. اللي اقدر اقول لكم اياه انه هذا الفن الاصيل القديم اللي احنا كنا بس نسمع عنه ونشوف الناس قاعد تبيعهم بالشوارع ما قدرنا قيمه الجهد اللي اشتغلوا بيها. اللي ما مجرب يصنع الفخار مثل ما انا جربت اليوم لازم تروحون تجربوها, لانه عباره عن تركيز وهدوء. الواحد يقدر يفصل من العالم الخارجي ويدخل إلى هذه القوقعة مال الفخار, ونفس الوقت يقدر يصنع أشكال وألوان من الأشياء جدا جميلة. هذا صباحي مع صباح الشرقية, أشوفكم بالاستوديو. فعلا كانت تجربة أكثر من رائعة, وأنصح الجميع أنه يجربون. أكيد أكو مراكز معاهد اللي يعلمون شلون الواحد يقدر يسوي الفخار أو يصنع من الطين أشكال وألوان, لأنه كانت عبارة عن تأمل يا رولا. يعني غير انه اظافر الطويله ما تساعد. هذه اكد لكم اياها. دا اقولها لميس الحمد لله انا ما رحت اسوي اي شيء اي اكتيفيتي لانه خلاص اظافري حتخرب. تقولي اظافري خربت, وبنفس الوقت كان جدا صعب. مع العلم احنا نشوف هواي فيديوز ونشوف انه سهوله انه هم يصنعون هذا الفخار, سهولتها بصعوبتها. صح. هي تبين انه سهله بس هي جدا صعبه مثل ما شفت لميس. واكيد طبعا ويا الممارسه الواحد يقدر يتقن اي شيء ويصير محترف بالمهنه اللي يدخل بها. بس هم رولا مثل ما قلت لك يعني من اجمل الاشياء ممكن الواحد يسويها ويمارسها للتامل, لانه فعلا ما تفكرين باي شيء ثاني, تركيزك بالطين نفسه. او ممكن مو ضروري تسويه بالعجل اللي انا سويتها الصعبه, ممكن صنع اليد اللي هو اسهل وممكن تسويه بالبيت. لا تنسين ما يسهمينا من الممكن انه تساعد هاي الطريقه بالتامل تساعد على النوم الاسترخاء. يعني تقدرون تروحون لاي مركز. صح. تمارسون هاي الهوايه مالتكم وترجعون للبيت هادئين تنامون بسلام. تتوقعين اكو ناس ممكن تسوي فخار هم نايمين؟ خلينا نشوف التعليقات على الهاشتاج. اكو وايد تعليقات جتي على سؤال التفاعلي. اللي ما لحق على سؤال التفاعلي ممكن تلاقوه على صفحه الانستغرام, وهو انه شنو المواقف اللي انت حطيت بيها بالليل, شنو السوالف, هل انت حكيت, هل انت مشيت. فخلينا نشوف التعليقات. رولا شنو التعليق اللي التعليق اللي شدني اكثر شيء, واللي انا طبعا عندي موقف شخصي ويا البايسيكل. انه واحد ماخذ البايسيكل ومفتر بالمنطقه بالليل وراجع,
فما كان مكتشف انه يعني هو طالع بالليل، فالكاميرات مال بيتهم مكتشفه انه هو طالع ومفتر بالمنطقه وراجع ولاقوا نايم نفس يعني نفس الوقت. اخاف يعني من البايسكل، تخيل يسوي هالشكل. اكو واحده كاتبه انه هي عايده كل الدرس مال الفصل السادس مالتها هي ونايمه، فاتوقع اذا اخوتها ولا اخوها كانوا نايمين بالغرفه حفظوا الدرس كله. حفظوا الدرس. شنو رايك ميس نشوف خبر يضحك؟ اتصور يعني احنا دائما جاهزه للخبر اللي يضحك. خلينا نشوفه. فقره الانستغرام. الله، تشارلي اشهر مقطع فيديو، انضم اشهر مقطع فيديو لليوتيوب الى اكبر منطقه للبيع يعني باعه على الانترنت بمبلغ 761 الف دولار. هذا المقطع يضيف الشخص الطفلين، الطفل الكبير حط اصبعه فم اخوه الصغير على مود يلهي ويضحك وياه. اكتشف انه اخوه الصغير دا يعضه بنفس الوقت الام كانت تتصور هذا المقطع. طبعا هذا المقطع كان ب 2007 وحصل على اعجاب الملايين، واحنا واحد منهم انا وميس، احنا طبعا اكيد منهم. يظهر الفيديو بين الاخوين هم دا يلعبون و تشارلي الطفل اسمه تشارلي عض اخوه الكبير. انتشر هذا الفيديو بطريقه جدا مو طبيعيه وحصل على مشاهدات كثيره. هاي صورتهم هسه بعد 14 سنه من الفيديو اللي انتشر. طبعا اللي ما شاف الفيديو اكيد المخرج بعد شويه حيعرض لنا اياه. هسه اقول هسه جاهز، يلا خلينا نشوفه. الجمله الشهيره هذا الفيديو. Charlie, that really hurt. bit me. And that really hurt, Charlie, and it's still. And that really hurt, Charlie. Charlie bit me. طبعا اي احد يصور اي فيديو اطفاله الشخص يحاول يحتفظ به وينشره بعدين، لانه من الممكن انه ينباع باغلى يعني باغلى سعر ممكن، خصوصا اذا كان على اليوتيوب. تشارلي فعلا كان طفل جدا لطيف لانه هو هسه صار رجال وكبر، ولكن الابتسامه ويعني تحسين انه اصلا هيك يعني غاضب على اخوه يضحك اصلا ويرجع بالاخير هذاك. بس تحسين هذول الرقه بين الاجانب. تشارلي بيت مي اوت تشارلي. اتوقع العراقي لو عطش راح يقول اوت تشارلي. اما الان مشاهدينا من الفقرات اللي جدا منوعه واللي تضحك، وصلنا وياكم الى اخر فقره وهو سؤال التفاعل لهذا اليوم اللي كان موجود على انستغرام، والسؤال هو عن النوم. وهمنا مضحك لانه السؤال نريد نعرف من عندكم شنو هي المواقف اللي جدا مضحكه اللي تصير انه انت خلال النوم، هل تضحك او تتحدث او تتمشى؟ فهي التعليقات اختارينا اهم التعليقات اللي وصلت. ما شاء الله تفاعلكم جدا عالي اليوم. خلينا نشوف على السكرين. خلينا نشوفه. طبعا اول تعليق كان ويانا اضحك واسولف وحتى اتمشى، بس المشكله اقعد تعبان من النوم. انت ما نايم، انت مسوي كل الاكتيفيتيز اللي واحد يسويها بالحياه. اما التعليق اللي بعده، انا مشكلتي ما اتحرك من مكاني، يا دوب اتنفس. والله بالعافيه عليك. اما التعليق الثالث، انا مو بس اتحدث، انا تصير حرب وياي. اما التعليق الرابع، صحت اسم بنيه ما اعرفها ومرتي عرفت. ياس. ما تعرفها؟ ياس. انا اشك، انا شخصيا اشك. رولا شاكه الظاهر اليوم بكل الناس اللي تقول اسامي خلال النوم. يعني صراحه انقهرت عليك، يعني ما اعرف شو اقول لك، انه اتمنى لو مرتك قاعده تتفرج على صباح الشرقيه حاليا ما يخالف سامحي، يمكن يكون من فيلم، يمكن يكون احد بالعمل، ما تعرفين يعني. دائما افصلي النيه عن السلوك، يمكن نيته صافيه بس السلوك اثناء النوم تحدث بطريقه ما كان قاصد بها. وصلنا لنهايه الحلقه، مع انه ما نريدها تخلص والوقت يطير وياكم لانه مستمتعين وياكم انتم مشاهدينا.
يعني ماكو نصائح نقدر نقول لكم اياها غير انه ان شاء الله النوم العوافي وتنامون من غير كلام ومن غير مشي ومن غير ما تدخلون بادفنتشرز ومن غير فضايح نقدر نقول. واتمنى لكم ويكند جدا سعيد وتستمتعون بها بالاجواء جدا جميله. طبعا ميس انا عندي نصيحه صغيره انه تقدرون تسوون تأمل أو تقدرون تسوون تمرين للتنفس قبل النوم ممكن أنه يساعدكم على تكون أنه أحلامكم سعيدة. طبعاً تقدرون تتابعونا مشاهدينا من يوم الأحد اليوم الأربعاء كل من يوم الأحد الأربعاء الساعة 11 الصبح بتوقيت بغداد. ما عندنا شيء غير نقول لكم دمتم بخير وسلام وويكند سعيد.